الله الله على طاري جبت اكل لفه جبت اكل لكم الله 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 اسلم 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 في السجن يابا 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 اوف 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 يابا 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 تبون اكل؟ قالوا قالوا تبون اكل؟ قالوا لا احنا حزينين قالوا ترك مسجون قالوا ترك مسجون اليوم ودوم قلت اصبروا لي قلت اصبروا لي ودع اطفالي وامي وابوه السجن هذا يا اخوي عشان زد بهاراتك كذا دقيقه انا ما يمتعد سجن حبيبي بس قالوا سجن قلت وايش السبب قالوا يا فارس وراك ما تطبخ زين يا اخويا الله انه طبخ والله قسما اشوف قول رايك صح قول مقادير وش والله مو جميل وش هو؟ لا وش الطبخ؟ ها؟ وش الطبخ؟ لا تميس تميس؟ يا سلام يا سلام ويا ابو لا لا يا ابو السجن قطع قلبي وانا يا 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 بشوفك قلت اسأل السجان ليه 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 قفل ابوابه علي قلك شرع قلبي شرع قلت يا يما قلت يا يما اسأل السجان ليه علي وانا من شوفتك يا يمه ما مليت وانا من شوفتك يا يمه ما مليت ما مليت دوس اسلم الحين هنا اللي ما يطبخ كويس ويستن صح؟ اي شعورك لما تسجن يوم كامل اقسم بالله شيء والله شوف شوف بعد الله عز وجل ام الزحف بس بس صل على والله اني اول شيء امل ان شاء الله كبير في ذا التخريج اللي بيطلعونه وش يقولون بيعطونك لايكات على صوره في الانستغرام ومدري شو مو صوره لك انك تطلع السجن ايه اي في القناه في القناه هذه انا واللي معي طبعا امل ان شاء الله كبير في انهم ان شاء الله يطلعونه هذا الامر الثاني والله اذا 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 دخلت السجن اول شيء خذ معك مصحف كلام السجن هنا طبعا ايوه هذا معك مسح الامر الثاني الامر الثاني خذ معك كتاب صح يبي ترى تجلس ساعتين مو تجلس لا ما تدري 24 ساعه يقول هذا كذا كان رجال كان على الجمهور بيزعل والله على يوم كام انا اقول لك اذا دخلت يعني اذا طولت يعني الامر الثالث الامر الثالث جيب اناشيدك وجيب هروجك الزينه والسجان يكون معك سجان ام الطقطقه تقع عليه والله العظيم لا بس اهم شيء اول اثنين والله من جد صوت صوت يا يا طيب انت يا لا لا اسمع نقفل الباب عليك ويطلع تدري كيف سوينا ذاك اليوم؟ قبل يمكن يومين ايش سوينا؟ جينا هنا ودرسنا سياسات السجن اول شيء انا اقدر اطلع من النية اقدر اشطط شك 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 المشكله هي دي ما اقدر في من فوق عرفت الحين هذا انفرادي ذا يا رب انا خوفي هذا انفرادي مع خيزران والله العظيم حليب الهيط ولا يقفل عليك خبز انا بديت ابوخ يقول البارحة نمت نمت ولا جاك ما جاني جاني ان كنت ضايق تراني ضايق بشده كل ما تذكر غرام المات وداهم تراني والله نمت البارح اسالك بالله اي والله ديناي اشهد لله يقول تغيب يقول تغيب وما علمتني ليش غايب غايب كانك تعودني على غيبتك دوم دوم اسمه غلاك أبطت عليها السحايب يطير حبك قد لها ما يتحم والله الله 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 لا إن شاء الله يجي هالمطر ويجي الخير الله يجيب هي يقول اللي من الضيقة إيش
ايش رايك ابو داعم بس تزبيط معليش معليش صدقي ولا صدقي زد رصيدك زد رصيدك هذا اللي بيله العيد يا صاحبي اختفي اختفي وزنادي صامت مليت من السجن هيا بلحنا والله صراحة أجواء جميلة بس الله لا يجيبنا فيه وذرى شاشيتا يا هبان يا ذو خيرا اليوم